وننهي النشر بالأنغام الغيوانية التي استعادت بريقها بمدينة مراكش في الدورة الخامسة لمهرجان الموسيقى الغيوانية، موعد فني يسعى إلى إحياء ظاهرة الغيوان الأصيلة وتقريب أنغامها من فئة الشباب. اختتام المهرجان أعاد لهذا اللون الغنائي بريقه الإبداعي باعتباره فنا طبع مسار الفنون الموسيقية المغربية. الروبورتاج من مراكش مع رفيقة جماد والتحرير لمنى اليحيوي. الموسيقى الغيوانية بعث وأحياء للموسيقى المغربية المستوحاة من التراث المغربي، موجة موسيقية ظهرت في الستينات بإبداع باللحن والمعنى والميزان مع فرقة جيل جلالة وناس الغيوان، فرق طالها النسيان ليبقى اللحن والكلم أوفى وأبقى. موجة الأغاني الشبابية كان لجبروتها بصمة بوضع هذا اللون في رفوف الأغاني القديمة ليبقى حضورها منحصرا لا يتعدى تكريمات مهرجانية سنوية. الهاجس أنه علاش دائما كنشوفوا المهرجانات ديال أنواع ديال الموسيقى أخرى، قلنا علاش ما يدار مهرجان ديال هذا النوع النمط الغيواني؟ إذا كانت الانطلاقة ديالو 2011. مهرجان مراكش للموسيقى الغيوانية في دورته الخامسة ارتعى أن يكون محمد الأصبهاني أحد مؤسسي جيل جلالة هو الفنان الذي يتم تكريمه بهذه الدورة اعترافا بعطاءة الفنان بحضور عدة فرق لإحياء واسترجاع هذا اللون الموسيقي. التكريم تيعطيك واحد النوع ديال التحفيز، أنه مثلا تيعطيك أنك باش تمشي نعاودو نمشيو نبحثو تاني ونعاودو نقبو في التراث المغربي ونعاودو نعطيو أعمال أخرى إن شاء الله اللي غادي تكون في المستقبل. هذا تحفيز كبير بالنسبة لهذا التكريم. مهرجان الموسيقى الغيوانية والمقام بالمدينة الحمراء على مدى 4 أيام يعرف إحياء سهرات فنية بمشاركة المشاهب مسنا وجيل جلالة بنات الغيوان وأرساد ومجموعة أنشاد. مهرجان يتوخى من خلاله المنظمون أن يكون قاطرة وصل بين زمن اللحن الجميل بالموسيقى المغربية سلفا والموسيقى الشبابية الحالية ورد الاعتبار لهذا اللون الذي أصبح حديث أمجاد الماضي.